موافقتي تهمه في ايه؟ ازاي بتقول كده بس يا حسن؟ هو له غيرك؟ وين هو ما كانش ناوي يعمل اي حاجه الا لما تخرج بالسلام، بس في ظروف جدت. ظروف؟ ظروف ولا جوابات؟ مالك يا حسن؟ فيك ايه يا حبيبي؟ مفيش حاجه يا امي، قولي لي اتكل على الله، مش مهم اكون موجوده. انا اصلا لو كنت بره ما كنتش هحضر الفرح ده. معقوله؟ ده فرح اخوك حبيبك. بعد اللي حصل ما بقاش ليا نفس احضر افراح ولا حفلات ولا سهر، خلاص زهقت وتعبت. هانت يا حبيبي خلاص، كلها كمان وتخرج بالسلام، واول ما تخرج هجوزك احلى بنت في الدنيا وهعملك فرح يجنن. نسيتني. بص بقى، اخوك حيران مش عارف يختار ايه لدنيا انهي خاتم، وقال لي حسن الوحيد اللي هيختار لها. بص بقى، ايه رايك، ده ولا ده؟ ياسين قالك تساليني؟ اه والله يا حبيبي، هو قالي اسالك عشان انت متربي مع دنيا، عارف بتحب ايه وما بتحبش ايه. خليه ياخد ده وقولي له اخوك فرحان لك واتكل على الله يتجوزها، ربنا يوفقه. مالك يا حسن؟ فيك ايه يا حبيبي؟ تعبت، تعبت قوي يا ماما، نفسي اطلع من هنا واسافر اي حته بره وما ارجعش تاني. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله ترجع وتبقى معانا في وسطنا. اهون عليك تسيبني؟